اهلا وسهلا فيكم بقناه رهف 2011 كيتشن تيوب. اليوم الفيديو هو عباره عن اعاده تدوير السمك، بواقي الاكل اللي عنا. يعني امبارح كان غداي سمك مشوي فزاد عندي، فهو حرام اني انا ارميه، يعني بما انه هو ما فيه شيء تمام ولا انه حتى انه اكلين منه. حبيت اني اعمل اليوم وصفه فيها هي صياديه السمك بالسمك المشوي. هي بالعاده بنعمل صياديه سمك بالسمك المقلي، ان شاء الله هذيك طريقه تانية بدي اعملكم اياها ان شاء الله على قناتي، بس هالمره بدنا نعمل اعاده تدوير الاكل اللي عندنا تمام. وعندنا هون بصل جوانح مقطعتهم بصلتين كبار، جنب منهم معلقتين طحين، هلا بدنا نخلطهم مع بعض تمام. عندي كوب من البقدونس، عندي البهارات كزبره ناعمه معلقه كبيره، عندي هون بهار السمك معلقه كبيره، فلفل اسود نص معلقه صغيره، هيل مطحون نص معلقه صغيره، عندي هون معلقه كبيره من الملح، عندي معلقه صغيره من الكركم، عندي معلقه كبيره من الكاري تمام. عندي هون حبتين من البندوره مقطعته ناعم، كمان حبه فلفل اخضر قطع ناعمه مثل ما شايفين، عندي هون بصله كبيره قطعتها ناعم، وعود من القرفه، عندي هون معجون الزنجبيل الاخضر مع الثوم. هذول انا بقشر الزنجبيل الاخضر تمام، وبقشر الثوم بحطهم بمحضره الطعام مع زيت زيتون وبطحنهم مع بعض، بيعطينا احلى معجون من الزنجبيل والثوم تمام. عندي طبعا مثل ما قلت لكم هون السمك المشوي، وعندي هون كوبين كبار من الرز غسلتهم وجهزتهم تمام مقدار هذا الكوب تمام. يلا خلونا نبلش مع الوصفه. اول شيء رح ناخد البصل تمام مع الطحين، نخلطهم مع بعض، نخلطهم كلهم مع بعض. انا لانه هلا بدي اقلي البصل كرمال ما يتشرب زيت تمام، وتصير عنا البصله عم تقرش، يعني ما احلاها بتطلع تمام. هاي خلطتهم كلهم مع بعض، رح جهز على الغاز مقلايه مشان نقليهم. يلا طبعا انا ما بدي اقليهم بزيت غزير. يلا خلونا مع الوصفه. وانا هون جهزت عندي طنجره حطيت فيها زيت طبعا مبينه معكم. رح ناخذ البصل او الغاز، نقيم منه بواقي من الطحين، ننزله كله رح نعمل له تقليبه، بدنا نخليه لحتى يصير يعني مايل بين اللون البني هيك على اللون البني الغامق. نترك على هالنار، هيك البصل حاجته. انا هون مجهزه عندي صحن فيه ورق مخصص للمطبخ، بحط عليه البصل كله حتى يصفي الزيت عليه. بنفس المقلايه بنفس الطنجره عفوا اللي سوينا فيها البصل وبنفس الزيت، وهي البصل بعد ما شلتهم رح ننزل فورا قلي البصله. حتصير جهز رح ننزل معها حبة الطماطم هي عم تتقلى البصلة، رح ننزل معهم معلقة كبيرة من معجون الزنجبيل الأخضر والثوم اللي سبق وخبرتكم عنه، بتعطينا نكهة كثير طيبة بالرز وريحتها غير شكل. خلينا نتعامل شوي مع بعضهم. رح ننزل عليهم عود القرفة، حبة البندورة بعد ما صارت عندي البصل الزهر، خلي هي عم تتقلى البندورة كمان. رح ننزل فوق منه البقدونس النعم طبعا مو كلهم، بدي اخلي منهم شوي للتزيين. انا عندي كوب بقدونس نزلت مقدار
ثلاث ارباع كوب بقدونس، تمام. نقلبهم تقلبتين مع بعض، نتركهم لمدة 5 دقائق مع بعضهم البعض. راح احط البهارات لحتى يتنكهوا مع بعضهم، ونغطي عليهم النار. هون عندي الكركم مثل ما قلنا، الكاري، الملح، الهيل، الكزبرة، بهار السمك والفلفل الأسود. نتركهم على نار هادية 5 دقائق وبرجع لكم. أنا سبق قلت لكم إنه بهي الكاسة عيرت كاستين من الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. كل كاسة رز تحتاج عندي كاستين من المي، طبعا لأنه أنا حاطة حبة الرز طويلة، تمام. هاي تنتين، وأنا حطيت لكم قلت لكم على المقادير معلقة ملح كبيرة، لأنه الكاستين بيحتاجوا لمعلقة ملح. طبعا مو كتير مقومعة، أنا من النوع اللي ما بحب الرز كتير مالح ولا قليل ملحه، هاي وسط. رح نعملها تحريكة بسيطة، خليها تغلي نصبة مع بعضها، ومنسقط فوق منها الرز ونشوف شو بدنا نعمل مع السمكات. يلا هي هيك، بعد ما غلت عندي النصفة كلها، تمام. رح ننزل عليها الرز، رح ننزل على كل الرزات. هلا هيك نزلت كل الرزات، رح نتركهم لمدة ربع ساعة، تمام. نغطي عليهم، وبس بلش تتعقد النصفة عندي بننزل فوق منها السمك مشان يتشرب مع نكهة الرز. بس تغلي عنا النصفة بعد ما حطينا الرز، صار له 3-4 دقايق على النار. رح نوص عليها النار على نار هادية وبرجع لكم، تمام. رح نعمل له تقليب للرز، لانه لما بده يوصل لهي الدرجة رح ناخد السمكات ونحطهم فوق منه حتى استوات الرز بيتكمل استواته مع السمك. هاي تمام، رح ناخد هالسمك مثل ما هي، تمام. نحطها كلها بقلب الطنجرة، هي وهدول السمكات كلاتهم مع بعضهم البعض. هي هيك حطيتهم كلاتهم بالطنجرة، وهلا رح ارجع اغطي عليهم لحتى تنشف مية الرز تماما ونقدمهم مع بعض. يلا هي هيك، بعد ما استوى الرز وشلت السمكات، حطيت هالرزايات، حطيت فوق منهم هالسمك، زينهم شوية بقدونس، البصل، شوف شو عم يقرش، كل حبة حبتها، حط فوق الجاط، تعطي كتير نكهة طيبة مع السمك مع الرز. والله ريحة بصراحة بتجنن، بتمنى تجربوها، وأي شخص بيجربها كمان يعطيني رأيه. وهي هيك خلصت طبختنا. وهون أنا عاملة صوص البندورة مع دبس الفليفل الحد مع نص بصلة صغيرة، سنتون طحنتهم بمحضرة الطعام. هون جهزت أطيب صحن سلطة كمان جنب الأكلة. بصحة وعافية، وبتمنى منكم فضلا وليس أمرا، اللي ما اشترك عندي بالقناة يشترك، ولا تنسوا تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. سلام.